اللي فتح له عشان فوائد واللي جاي اهل عشان فائلو مخي لفف البر كله ليا خسته ومش هحله تصدق عليا اني عمال اللي ما احلك قول لك يا البحر انت رحت صليت لا بس اقولك باللي انت ماسكه الله يخرب بيتك اللي في ده قال لا ايه علاقتها دي يا بابا صليت يا بابا دي ده بتاعت فيديو عادي يعني انت صليت الجمعه طب تمام قول لي النهارده في صلاه الجمعه الشيخ اتلخبط في ركعه كانت انهي ركعه اتلخبط النهارده في الركعه الثالثه جت ثالثه النهارده الجمعه لا بص انت ما ينفعش معاك الكلام اطلع اطلع لي ايه انت هقول لك يا اوي بسم الله الرحمن الرحيم يلا مشي مالك زي ما اتفقنا الجون اللي هجيبه الزمالك بجلده ولو الاهلي جاب يعني جون هبقى 50 جنيه على الجون ده لو كسبته اصلا يا حاج لما تشوف الشناوي عايز يرجع هوبا اي 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 الله لا اللي طلع يا حاج التغفيله دي ما تقول وانت صغيره واتحطت في البيت يا نهار اسود الله اكبر انت يا بابا لا يا بابا خلاص كفايه يخرب بيوتكم يا ولد الله ده 50 جنيه يلا جون من نفسكم امسك لسه اللي جاي احلى